أعزائي طلبة وطالبات ثانوية عامة في كل مكان، أهلا بيكم. معاكم دكتور محمود عثمان بكلية الطب جامعة عين شمس. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات التنسيق الهرموني في الكائنات الحية، والنهاردة هنتكلم فيه عن غدد، مجموعة من الغدد الصغيرة اسمها الغدد جارات الدرقية، وليها اسم آخر مشهورة به حسب وظيفتها اسمه غدد العظام، وهنتكلم عن الاسم ده لما نشوف الهرمونات اللي بتفرزها. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كلمة الغدد جارات الدرقية هنسميتها جارات الدرقية لأنها بتكون مجاورة للغدة الدرقية اللي احنا خدناها قبل كده في الفيديوهات السابقة، اللي قلنا بتبقى ملاصقة للحنجرة، تمام، وبتتكون من ايه؟ فصين وبينهما برزخ. طب حلو قوي. طيب لما اجي اشيل الغدة الدرقية دي افصلها عن الحنجرة بهذا الشكل هتبقى كده، تمام. بص بقى عليها من ورا، تمام، يعني انت كأنك بتبص على الشخص من الخلف، تمام، من غير ما اشيلها ولا حاجة. ممكن ابص عليه من الخلف هلاقيها مكونة الغدد الدارات الدرقية دي من اربع غدد صغيرة، اتنين على كل فص، ها، من الخلف، تمام، من الناحية الخلفية للغدة الدرقية مش من الامام، تمام. طيب يبقى هم اربع غدد، غدتين على كل فص من الناحية الخلفية من الغدة الدرقية. طيب هي دي صورة اقرب شوية الغدة الدرقية. طبعا هنا ده التجويف اللي بتستقر فيه الحنجرة، قلت لك هي بتكون ملاصقة للحنجرة، تمام. انا كده باصص من ورا. يبقى لما اقول لك في اي وضع يكون الانسان علشان احصل على هذا المنظر، اقول له في وضع التشريحي عادي بس انا باصص له من منظر خلفي، تمام. يبقى ايه الوضع او ايه المنظر؟ يبقى ده منظر خلفي، تمام، منظر خلفي للانسان، تمام. طب حلو قوي، نشوف الكلام المكتوب عنها. بيقول لك تتكون من أربعة أجزاء منفصلة، اللي هي غدد جارات الدرقية، أربع أجزاء منفصلة، هم أربع غدد. مفيش حد يقول إن كل دول على بعض غدة، لأ، هم أربع غدد. ليه؟ لأن هم منفصلين زي ما أنت شايف تشريحيًا، كل واحدة لوحدها، تمام؟ هم منفصلين تشريحيًا ووظيفيًا، كل واحدة بتعمل نفس الوظيفة، أه، ولكن هم الاتنين ما بيشتركوش مع بعض في إن هم يفرزوا هرمون مع بعض، لأ، دي بتفرز لوحدها ودي بتفرز لوحدها، بس طبعًا هم الأربعة بيفرزوا في تناغم وتناسق مع بعض، فهم أربع غدد مش واحدة. تمام؟ أربع أجزاء منفصلة، اثنتان على كل جانب، طبعًا جانب إيه؟ خلفي، تمام؟ من الغدة الدرقية، أو اثنتان على كل فص، مش هتفرق، تمام؟ الوظيفة، والله الوظيفة هم بيفرزوا هرمون واحد بس، اسمه الباراثورمون، تمام؟ الباراثورمون. طب الباراثورمون ده أهميته إيه؟ أهميته إن هو، والله ده بينظم الكالسيوم. احنا خدنا لو تفتكر في حصه الغده الدرقيه انها بتفرز هرمون اسمه الكالسيتونين، تمام، الى جانب هرمون الثيروكسين اللي هو كان الهرمون الاساسي، وقلنا ان الكالسيتونين ده وظيفته تقليل نسبه الكالسيوم في الدم بمنع سحبه من العظام، يعني بيقلل الكالسيوم في الدم عن طريق ان هو بيوقف سحبه من العظام. اتفقنا ان العظام مخزن، فبيقول لها خلاص وقفي ما تخرجيش كالسيوم، فالكالسيوم يستهلك طبعا من الجسم عادي، فايه بالتالي لما بيستهلك في وهو موجود في معدله الطبيعي بكميه محدده بعد شويه بلاقيه قل. طب الباراثورمون ده بيعمل العكس، لما يلاقي الكالسيوم قل في الدم، لما بينخفض الكالسيوم في الدم هو بيروح يجري على العظام يسحب منها ايه؟ الكالسيوم المخزن فيها، علشان يرفع نسبه الكالسيوم في الدم وتوصل تاني الى المعدل الطبيعي. ولذلك هو بيلعب دور هام بالاشتراك مع الكالسيتونين في الحفاظ على المعدل الطبيعي لمستوى الكالسيوم في الدم. يعني ايه؟ والله لو الكالسيوم زيادة شوية عن المعدل الطبيعي ما ينفعش، فيعمل ايه؟ هرمونات الغدة الدرقية اللي هو الكالسيتونين يخرج يقول للعظام خلاص وقفي ما تخرجيش كالسيوم، تمام؟ طيب ما توقف ايه؟ ما تخرجيش كالسيوم لحد ما الكالسيوم ده يتصرف، يخرج بقى عن طريق مثلا الجهاز الاخراجي اللي هو الجهاز البولي، مثلا يخرج في البول او يخرج في اي حاجه تانية، تمام. بس اهم حاجه انت كعظام ما تخرجليش دم، قصدي ما تخرجليش كالسيوم، اسف، طول ما مستوى الكالسيوم عالي في الدم، تمام. طيب حلو، قلل الكالسيوم زياده عن اللزوم، قل عن المعدل الطبيعي، يخرج الباراثورمون يروح للعظام يقول للعظام تخرج كالسيوم بس برضو بكميه معقوله توصلني للمعدل الطبيعي والمناسب وخلاص، اكتر من كده انا مش عايز. طيب احنا كده خدنا الهرمون، ناخد مشاكل اللي ممكن تحصل في الهرمون.
انواع الخلل في الهرمون. احنا خدنا قبل كده انواع الخلل في هرمون الثيروكسين ما بين نقص، وفي حاجه اسمها نقص حاد وقلت لك الفرق بينهم، وفي زياده. انما هنا احنا مرتاحين شويه عن الهرمون بتاع الثيروكسين. الباراثورمون فيه مشكلتين بس ممكن يحصلوا، نقص عادي جدا وزياده. النقص العادي اللي هو نقص غير ملحوظ ولكن مؤثر زي ما قلت لك، انما النقص الحاد نقص ملحوظ قوي ومؤثر، تمام؟ يلاحظ في التحاليل بكميه كبيره، لو انا حللت الشخص يلاحظ الاقيه قدر كبير ومؤثر برضه، ولكن تاثيره اعلى من النقص اللي هو الطفيف او العادي. طيب والله هرمون البارافيرمون ده اصلا كان بيسحب الكالسيوم من العظم. طيب حلو، طب لو هو زاد هيسحب زياده، هيسحب زياده عن اللازم، فالعظم هو مخزن كميه انا عايزك تخرج منها، بس في نفس الوقت ما تجيش عليا، انا عظم برضو محتاج كالسيوم. لو زدت انت عن المعدل الطبيعي هتاخد مني الكالسيوم اللي انا مخزنه لك، وكمان هتاخد الكالسيوم الاساسي بتاعي اللي انا بعتمد عليه. كده غلط. هتعمل ايه بقى؟ هزود نسبه الكالسيوم في الدم قوي زياده عن الطبيعي لو هو افرز بزياده، ولذلك قلت لك كل حاجه لازم تفرز بقدر المعلوم، ولذلك هيؤدي المرض اسمه هشاشه العظام. العظام هيبقى ما فيهاش كالسيوم، وقلت لك ان الكالسيوم هو اللي بيعطي العظم صلابته، تمام؟ هيعمل هشاشه عظام وتعرضها للكسر والانحناء بسهوله. قلت لك ان الكالسيوم بيعمل الصلابه للعظام في فيديو بنك المعرفه، لو ما اتفرجتش عليه روح اتفرج عليه، هسيب لك لينكه في الديسكربشن، تمام؟ طيب يبقى هشاشه عظام وكسر عشان طبعا الكالسيوم اللي هو عامل الصلابه قل، تمام؟ وانحناء ممكن تنحني او تتكسر، والاثنين يسموا تحت ايه؟ هشاشه العظام. طب الباراثورمون لو قل عن المعدل الطبيعي، طب ما هو لو قل، ما هو انا برضو محتاج الكالسيوم ده ما يفضلش متخزن على طول كده في العظم. الباراثورمون لو قل اللي هيحصل انه مش هيتم سحب الكالسيوم من العظام عشان يبقى يفضل معدله طبيعي وثابت في الدم، وبالتالي هيقل قوي في الدم، وكمان مش هيقل عشان الباراثورمون بس مش بيسحبه من العظم، لا ده كمان الكالسيتونين اللي كان بيفرز من الغده الدرقيه نفسها هيبقى له اليد العليا والسيطره اكتر من هرمون الباراثورمون، لانه لسه بيفرز بمعدله الطبيعي، فهيبقى موجود كده كتير في الدم بالنسبه للباراثورمون، فهيزود من ان ايه اللي يحصل؟ من انه يمنع سحب الكالسيوم من العظم، فالكالسيوم هيبقى نسبته قليله قوي جدا في الدم، وده هيؤدي الى مشاكل عصبيه، هتؤدي الى سرعه الغضب والانفعال والثوره لاقل سبب. مش احنا خدنا ان الكالسيوم مهم جدا في نقل السيالات العصبيه؟ طيب الكالسيوم لو قل، الكالسيوم لو قل طبعا هيبقى في مشاكل في نقل السيالات العصبيه، ومحدش يسالني فيها عن تفاصيل لان هي مش محتاج تعرف تفاصيل. الكالسيوم بيعمل، هو مهم جدا في نقل السائل العصبي، قل هيحصل مشاكل في نقل السائل العصبي مما يؤدي الى ايه؟ سرعه الغضب والانفعال والثوره لاقل سبب. انت مش عليك انك تعرف ايه المشاكل اللي هيسببها، عليك انه هتعرف مشاكل عصبيه تؤدي الى الغضب والانفعال لاقل الاسباب. وتاني حاجه تشنجات عضليه مؤلمه. التشنج العضلي مش الكالسيوم قلنا ان هو مهم في نقل السيال العصبي وكمان مهم في انقباض العضلات؟ طيب ما هو لو هو مش موجود العضلات مش هتنقبض بصوره صحيحه وسليمه، لو هو ناقص هيبقى في خلل في انقباض العضلي مما يعرف به التشنجات العضليه اللي هتكون مؤلمه جدا لهذا المريض، ربنا يحفظنا جميعا ان شاء الله. الصور دي بتوضح اثر زيادة هرمون الباراثورمون في الدم اللي بيؤدي إلى زيادة سحب الكالسيوم من العظام مما يؤدي إلى كسرها وتعرضها للانحناء والالتواء بسهولة، مما يؤدي إلى مرض اسمه هشاشة العظام زي ما أنت شايف في إيد المريض ده، وفي المريض ده شايف عظمة العضد متضررة إزاي نتيجة نقص الكالسيوم في العظام، ده نتيجة سحبه بالزيادة عشان هرمون الباراثورمون بيفرز بكميات كبيرة. وفي نهاية هذا الفيديو أتمنى تكون استمتعت واستفدت بالشرح، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الطلبة وكل الناس تستفيد، ولو أنت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك الحلقات أول بأول. وعايز أفكرك برضو إن احنا عملنا امتحان شامل على الباب الأول اللي هو الدعامة والحركة في الكائنات الحية، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن لو حابب تحله، علشان إن شاء الله هننزل بكرة الحل بتاعه في فيديو خاص.
نناقش فيه كل حاجة. الامتحان ده من وضع أنا مش هتلاقي فيه أي معلومة أو أي سؤال موجود في كتب أخرى. وكمان ما تنساش تخش جروب التليجرام لو لسه ما دخلتوش لو حابب تسألني في أي حاجة في المنهج. وكان معكم دكتور محمود عثمان بكلية الطب جامعة عين شمس، والسلام عليكم ورحمة